حضرتك طيب؟ نورتونا وانتم بخير وبسلام ومصر كلها. وانا جاي اتكلم مع حضرتك سالتك سؤال بسيط جدا، يا بونا هنبدا منين؟ قلت لي ما تقلقيش، سيبي ربنا اللي يبتدي بينا. صح. اتفضل. عايد بقى على المصريين وعايد على مصر في البداية كده، وعايز أسمع صوت حضرتك ودعواتك لينا والمصر. ربنا معاك ويبارككم ويستخدمكم الخير، مصر وشعب مصر. نحن مصريين جميعا، وأنا الحقيقة دايما أقول إحنا مصريين، ما إحناش مسيحيين ومسلمين ولا مسلمين ومسيحيين، نحن مصريين. وده شيء جميل الله. جدا إن نكون لنا الهدف الواحد هو خير مصر ومصلحات مصر. وبنشكر ربنا جدا من أجل رئيس مصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي ربنا استخدمه في مصر لخير مصر وبنيان مصر وعظمة مصر، أظهر تاريخ مصر. يعني أنا شخصيا من 9 سنين زرت كوريا الجنوبية وشفت فيها الكباري، وقول يعني ايه ده شبكات كباري مش معقول وقفتها. نشكر ربنا دلوقتي بنتفرج على مصر بكباريها وأنفاقها وعظمتها اللي رجعت لها، اللي هو فعلا زي بقول الريس شعب مصر العظيم رد له المجد اللي بتاعه، وأصبحت مصر نموذج للعالم كله في كل شيء. أعياد دخل علينا، بنودع سنة من عمرنا فاتت، ونستقبل سنة 21-22. الأعياد دخل علينا طبعا، أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، هو ميلاد السيد المسيح وتجسده، وأنه ظهر في الحياة كإنسان، لكن هو الله الظاهر في الجسد. وبنحتفل بهذا العيد، عيد الميلاد، يبدأ بعيد الميلاد العهد الجديد. عندنا في الكتاب المقدس العهد القديم اللي فيه الأنبياء تنبأوا عن مجيء المسيح بآلاف السنين، ازاي هتولد من عذراء وازاي هيتجسد وازاي، وتم الكلام ده بقى في ميلاد المسيح، انه فعلا التنبؤات كل التنبؤات اللي يقول كده هو الكتاب المقدس.